مدينة من القرن الثالث قبل الميلاد، يحيط بها سور يمتد 12 كيلومترا، وفي سوقها الشعبي تسرد ذاكرة 200 عام مضت. عام 1987 ضمت بهلة إلى قائمة التراث العالمي كأول محمية ثقافية. تبعد ولاية بهلة عن العاصمة مسقط بحوالي 200 كيلومتر، وتقع وسط هضبة عريضة واسعة. بهلة تعني الجامعة للخير أو الشكر والابتهال. أحمد وهو إخصائي آثار يلتقي بخالد ويقوده إلى قلعة بهلة، ويجدان في المسجد الصغير بعض التماثيل الحجرية. إنها جزء من تاريخ القلعة والواحة. هذه نماذج من قطع أثرية نعثر عليها بشكل مستمر، بعض منها أثناء الحفريات وبعض منها أثناء الأعمال الترميم المستمرة في القلعة، مثل هذا تمثال لجمل، وهناك أيضا تماثيل لفارس يمتطي حصان مصنوعة من الفخار المزجي، أواني حجر صابوني. جميع هذه القطع هي قطع حقيقة تدل على ثراء الموقع باللغة الأثرية، بالاستيطان المستمر من حقبات ما قبل التاريخ إلى الحقبات الحالية. حصن بهلة عبارة عن إنشاء مصور مثلث الشكل تقريباً، ويحيط بنتوء صخري. كانت منحدراته السفلية وأسوار الحصن العالية ترد الغزاة عن شن هجوم مباشر على الحصن الجاثم فوق الصخرة العالية. بعض أجزاء الحصن يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام، وربما إلى فترة الاحتلال الفارسي. جاء تشييد الحصن مسايراً لتوسع المدينة وقوة مركزها الثقافي والعسكري. أما أجزاء الحصن الأخرى فقد تم بناؤها في القرن 13 الميلادي. قلعة بهلة هي أقدم القلاع العمانية، معنى ضيرتها قلعة الرستاق، ومعماريا هي أيضا أقدم القلاع العمانية والقلاع حتى الطينية في عمان. هي قلعة مبنية بالطين بالكامل مع أجزاء بسيطة منها. القلعة أقدم أجزاءها تعود إلى فترة ما قبل الإسلام، الفترات اللاحقة تعاقبت في أعمال بناها في الفترة النبهانية، فترة العاربة والفترات الحديثة فيما بعد. طيب، لو نتحدث عن أول من سكن هذه القلعة. حقيقة من خلال المعلومات التاريخية يقال بأن أحمد بن هلال الوالي الذي عين من قبل الوالي العباسي هو أول من شغل هذه القلعة حسب الروايات التاريخية المتوافرة. هنا نشاهد أهم الوحدات والعناصر البنائية في القلعة واستخداماتها المختلفة.
نسترجع الذكريات مع الشيخ سليمان الهميمي ليحدثنا عن طبيعة الحياة اليومية في قلعة بهلة. ولي برج الناسكين سيئ؟ في برج أقول لك الأكثر هم لابسين هنا، لكن مع المحاكم زبط الخارج. أيوه. وأي حد يخرج القلعة ولا ناس معين؟ هم يخرج يضربوا ومتأهلين هنا مثل العسكر أو مثل المقربين هذا مع الوالي. ساكنين هنا وساكنين هنا ويصيروا ويجوا. أيوه. والمحكمة كانت هي داخل القلعة؟ المحكمة؟ ترى المحكمة أقول في المحكمة زبط الخارج. أيوه. تسمعي. ويبرزوا هنا باقي الوقت، يبرزوا ويتكاولوا هنا، يسوون القهوة الصبح كل يوم. كل يوم. تسمعون يتكاولوا. زمان ايش كان الناس يتكلموا عن ايش؟ ايش حكيوا سوالفهم كيف كانت يعني؟ كل مثل، كل مقام له مقال. نعم. في حكيوا مثلا وقت المحل يحكيوا، وقت الغالي يحكيوا. ايوه. وقت نشوف مثلا فتن حروب يحكيوا. ايوه. نزل معنا كل هذا التاريخ يحكيوا عنه. يعني الناس عاشت على الفلق وعلى التمور اكثر. عاشت على الفلق. معنا على التمور وعلى الحبوب، ويزرعوا سكر ويزرعوا جزر ويزرعوا حبوب زره ويزرعوا تسمع من كل البقولات هذا اعتمد على انفسهم، والحمد لله رب العالمين. عاشوا الفقير هيشتغل مع الغني وهيوكل، والغني عنده فائض معنا، ابو يبيع يبيع، وابو يتصدق يتصدق، وابو زكاة زكاة، وامتدت كذلك. ابو زيد يجمع الزكاة عن الولاي هذا، يجمعوها الزكاة من حب ومن تبر. ايوه. تسمع. وكذا كانت حياتنا. هذا كان في الماء التمور الناس يمكن كان، والماء التمور والماء الحمد لله فايض امطار تسمع مني، والانتاج تسد. ايوه. تسمع مني، وعايشين وكل شيء بسهوله، من زواجه ومن بغيت معنا مثلا اي شيء معنا ما شيء صعب ابدا. أيوه. وكلهم متكاتفين. بالداخل مجموعات من البيوت المصطفة داخل القلعة، كما أن الأرض في الداخل تنحدر بشكل حاد قليلاً، وتقوم القلعة بدور الحامي لواحة بهلة والقوافل التجارية المارة من هنا. وتضم القلعة بعض العناصر المعمارية كالمسجد والسبلة ومنزل الإمام أو الحاكم. تحتوي بعض أجزاء القلعة على زخارف جصية هندسية تتوزع على الأبواب والنوافذ والأسقف والجدران. تتكون القلعة من ثلاثة أجزاء رئيسية: الجزء القديم أو القلعة القديمة، وتعرف بالقصبة، وهي أقدم أجزاء قلعة بهلة، وتأخذ الشكل المستطيل تقريبا. ثم يأتي الجزء الثاني من القلعة وهو بيت الجبل، ثم الجزء الثالث وهو البيت الحديث الممتد بين القصبة وبيت الجبل، وبه العديد من الغرف والمنشآت الخدمية. يقع المدخل الرئيسي للقلعة أو ما يعرف بالصباح بين بيت الجبل والبيت الحديث، وهو مزود بسقاطات للزيت أو الماء، ويضم الصباح مصاطب للجلوس إضافة إلى مباني أخرى. وقد اتخذ حكام النبهنة من هذه القلعة مقراً لإقامتهم عندما كانت بهلة عاصمة لعمان في بعض فترات حكمهم. تضم القلعة الآن متحفاً يحكي تاريخ القلعة، ويتطرق إلى أهم أعمال الحفريات التي تمت في القلعة والمسجد الجامع، وما تم العثور عليه من عملات نقدية وجرار فخارية. نشاهد هنا أعمال الترميم في حصن بهلة الذي تنفذه وزارة التراث والثقافة
بالتعاون مع اليونسكو. وتذكر بعض المصادر التاريخية بأنه تم ترميم حصن بهلة عدة مرات في عهد ملوك بني نبهان واليعاربة وفي عهد الإمام عزام بن قيس البوسعيدي. ولأهميتها المتميزة تم ضم قلعة بهلة إلى سجل اليونسكو للتراث العالمي المطلوب حمايته من خلال أعمال الصيانة والتجديد. تعتمد أعمال الترميم على المواد المحلية للحفاظ على المعمار الأصلي للقلعة كالطين المخلوط بالقش وجذوع النخيل ومادة الصاروج وبعض الأحجار الصلبة لتغطية الأرضية والفناء الداخلي للقلعة، بينما يستعان بخشب الكندل للأسقف والأبواب. تتم عملية تحضير المواد بمعمل يقع جانب القلعة، حيث يجلب الطين من البساتين ويخلط بالماء والقش ويتم تحريكه عدة مرات. بعد ذلك يوضع في قوالب مستطيلة الشكل، ثم تترك تحت أشعة الشمس لتجف وتكون جاهزة للبناء والاستخدام. ترك العمل الطين قبل ناخذ التراب من تحت النخيل من الأرض الزراعية، ما من السيوح اللي هي يابسة ميتة، من الأرض الزراعية ونسقيه 3 أيام 4 أيام ويلين، بنسوي التبن. بعد التبن بنقلبه ونخلطه مع التبن مع هذا ونخليه يرتاح يوم، وبعد يوم بنجي بنصب أطفال هذا الطوب، وبعد مرة الغيلة اللي هي حق الجدار بنزيدها مرة يوم، خليها 4 أيام مخلوطها بالتبن، ونشلها للصانع ويصل تمسك تطلع مثل العسل، فيها قوية طينة. وإيش ميزة هذا الطين؟ إيش ميزته؟ ميزته يمسك دهور. عندنا بيوت قديمة ما حد يوبد اللي بناها، كأنها تو طلع نصان موجودة عندنا في المحل هنا. يقع المسجد الجامع فوق هضبة مرتفعة في الجهة الجنوبية الشرقية من القلعة، ويحمل المسجد سمات العمارة الدينية السائدة في شمال عمان، حيث القاعة شبه المستطيلة. ويرجع البعض تاريخ بنائه إلى عام 528 هجرية. القاعة ذات بوائك متعامدة على جدار القبلة الغربي، والذي يتوسطه محراب. البوائك موازية لجدار القبلة بواقع 4 أعمدة. تم الحفاظ على أرضية الموقع الأساسية الذي بني عليه المسجد الجامع، وغطيت بالزجاج لتحكي قصة بداية بناء المسجد قبل 900 عام. يزخرف واجهة القبلة محراب جصي رائع النقش والتصميم، يرتفع إلى 6 أمتار تقريباً. يرجع بناء المحراب إلى عام 917 هجرية، ويتميز بزخارفه الهندسية والنصوص القرآنية المتقنة النقش والتركيب. لا تزال المئذنة الخارجية محافظة على شكلها الأصلي ومحاطة بإطار مزجج. إلى الجهة الجنوبية الغربية من القلعة يقع مسجد عمر الصغير.
تعتبر بهلة من أهم المدن المسورة تاريخياً، خاصة في عمان، حيث يمتد التصوير لكل أنشطة الحياة بداخل الواحة. بني السور في عهد بني نبهان ما بين القرنين 12 و13 الميلاديين. يمتد السور لمسافة 12 كيلومتراً ليحيط بواحة بهلة، مشكلاً درع حماية لها من الطامعين، ويضم العديد من البوابات وأبراج المراقبة وأماكن الإيواء. بنيت جدران السور من الطين المخلوط بالحصباء والقش، وعملت أساساته من الحجارة. ارتفاع السور يختلف بحسب الموقع وأهميته. نلاحظ هنا التصاق المنشأة المدنية والدينية بجدار السور، ومن ذلك مسجد ومدرسة الإمام محمد بن بركة، أحد أهم علماء عمان في القرن الرابع الهجري. الآن طبعاً نحن نقف عند مدرسة الشيخ العلامة أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي السليمي، وهو أحد علماء القرن الرابع الهجري. طبعا هذه الآثار تحتوي ما تبقى من ألف سنة، من حوالي 1000 سنة، تحتوي على المسجد وتحتوي كذلك على آثار المدرسة. أهم الآثار العلمية المكتوبة التي تركها الشيخ أبي محمد بن بركة كتاب الجامع، وكتاب الجامع هو في أصول الفقه وفروعه، وهو يعد مرجعا أصوليا على مستوى المدارس الإسلامية قاطبة. وهو يعني عند العمانيين يضارع كتاب الرسالة والأم للإمام الشافعي. ترك كذلك الشيخ بن بركة كتبا أخرى مخطوطة وبعضها مطبوع، من ذلك كتاب التقييد وكتاب التعارف وكتاب بدء الخليقة وغيرها من الكتب الأخرى. الماء قلب الحارة ونبضها، يخترق الحارات ويحدد مسار بنائها. حياة الإنسان حددتها قطرة الماء، وعلى مسار الفلج قامت المساجد والحارات وتشكلت قيم المجتمع. صممت الدروب الضيقة والمداخل والأبواب والنوافذ والسكك بحيث تحفظ الحرمات وتؤمن الخصوصية وتحافظ على الممتلكات. النمط المعماري للحارة يدخل في بنائه الطين والحجارة والصاروج وجذوع النخيل لإكسابه خاصية التماسك، وتستخدم الحجارة في تثبيت الأساسات والعقود، فيما تدخل الأخشاب والكندل في عمل الأسقف والأبواب. أغلب الحارات تضم مختلف المرافق المدنية كالمحلات الحرفية والمجالس العامة لأغراض المناسبات.
من أشهر الحارات في بهلة حارة الضرح والعقر والحوية والخضرة. لو أتينا إلى هذه البنية الداخلية للحارة كما قلنا نجدها أنها تشكل يعني بنية مغلقة نوعا ما، فهي مغلقة بالمباني لا يوجد فيها إلا مدخل ومخرج. هذه البوابة يعني المدخل، مثل نحن الآن نحن نقف الآن على مدخل من مداخل الحوائر وهي حارة الحوية. كل حارة تقريبا في بهلة يوجد لها مدخل ومخرج يسمى الصباح. كل حارة فيها مسجد على أقل تقدير، إذا الحارة كانت أكبر نوعا ما فيها أكثر من مسجد. وفي الحارة مجلس عام طبعا كما هو معروف يسمى في عمان السبلة. الناس في الحارة مترابطون ترابطا كبيرا. طبعا ما من حارة من الحوائر إلا وهي يعني يمر عليها الفلج، وكما وذلك مبني على أن الحارة العمانية تنبني على أسرة محافظة، والأسرة المحافظة يعني لا تريد من نسائها أن تخرج إلى الأودية أو إلى أماكن بعيدة، فلذلك يتم إدخال الأفلاج عبر هذه الحوائر. السوق الشعبي مركز المدينة الاقتصادية، إنها تعج بنشاطات كثيرة تتنوع فيها مختلف التجارات، وصوت المنادي يثير انتباه الزبائن ويدفع بهم للمشاركة والاستفسار وتبادل الأخبار. السوق أكثر بساطة ومرونة، ساحة عامة تتوسطها شجرة كبيرة للاستظلال، وحولها تتوزع الدكاكين والحوانيت. سوق تقليدي كحال معظم الأسواق العمانية. يقع السوق بالقرب من القلعة والمسجد الجامع حتى يسهل التواصل بين العناصر الثلاثة. السوق الشعبي عادة ما يعكس نمط حياة السكان، ثقافته وعاداته، أزياءه وفنونه التقليدية. صار لي 35 سنة. إيش تعرف عن سوق بهلة؟ نعرف عن سوق بهلة كنا لما كنا صار كان نشاطه العصر الظهر، يبتاع فيه الغزول الصوف والسياح والسمن والعوال وجميع الحاجات، نشاط الرايح بضايع من بضايع ماشية من برا، كلها بضايع إنتاج محلية، كلها محلية. لا من بالنسبة له يتسعر من نسبة من نسبة يسير ويودوا ويأخذوا ويأخذوا في الأسعار، وأما من برا خارج عن عمان ماشي خارج عن السلطنة. كان الصباح في منادات القلب، ينادي على القلب والأسماك كذا مع الساعة 8-9-9:30 حتى الساعة 10:30، ثم يطلعوا في الوقت هذا يطلعوا ويرتاح بعد ما بعد صلاة الظهر، يهبط السوق يقحم السوق، بيجتمع الجماعة وبينادوا على أشياء ثانية مثل سلاح ما سلاح وغزول وسيح وجميع والسمن والعوال والقاشع وكل حاجة هذه كانت موجودة أثناء العصر. السوق الشعبي عادة ما يستدعي عبق الماضي، حيثما كانت أنواع التجارات تتمركز في ساحة واحدة. ثلاثة أربعة ثمانية.
هنا العطارون وبائعو الأعشاب، وهنا أنواع متعددة من أشكال الموازين القديمة، وهنا أيضاً بائعو الأسلحة التقليدية المزينة والأدوات الحرفية المختلفة الخشبية والجلدية والنسيجية، جميعها سلع من روح الماضي متوفرة في مكان واحد، وقد تراكمت معه ذكريات مئات السنين. هذا السوق مثل ما تقول أول هو السوق الرئيسي، هذا كان معبور فيه نشاط، وكانوا تجار، وكان الأغنام، وكان معناته القوافل، وتدخل لها جهتين القوافل التي تأتي من مثل ما تقول تتمير، يعني تشيل الحبوب وتشيل التمر، زين، من جهة هذا الصباح اللي كان هنا يسمى باب باري، باب بالباري، يعني باب الباري هو، يعني مثل ما تقول يعني البدو اللي يدخلوا من هنا، والثاني يسمى لكم البطحة، هو من جهة الشرق، يعني هذا صباحين رئيسيين معنا يدخلوا منه القوافل. القوافل الذي كان معنا يجيني كان يمكن كل يوم 100 جمل أو أكثر أو أقل كذا، يعني اللي هم يشيلوا الحبوب، شيء من الحبوب اللي هو العرصة هنا، هذه الشجرة اللي ما حد يمكن الشياب اللوليين لكن ماتوا، هم كانوا يعرفوا عن الذي زرعها، وكان كذلك عمر لكن ما عمر واجد، ومات ومات قبل بواجد من عاد في الأخير قامت، يعني مثل ما تقول عجزت وقامت ساقط، يعني من هنا ومن هنا أركانها. الله ما يعرف عني فايدة الظل، بس الظل فايدة الظل، يعني استظلوا عليها الناس، وكان هنا ينادوا على الغنم، وكانوا أول في زمن الأول يجلسوا يبيعوا الطعام، يبيعوا البصل، يبيعوا الثوم، بس إلى غير ذلك، كان يعني ظل سائدة يعني قوية واجد ماخذة كل المكان هذا. بجانب السوق تقع حارة الحرفيين، حيث تشتهر ولاية بهلة بالعديد من الصناعات الحرفية. محمد الشماخي يمارس مهنة صباغة الملابس، وهي حرفة نادرة بعض بقاياها ما تزال قائمة في بهلة. هنا يتابع الصناع المهرة مشغولاتهم اليدوية منذ قرون، ذاكرة متوارثة جيلاً بعد آخر، حرفة تكتسب بالممارسة لتصوغ أنواعاً مختلفة من الأساور وأدوات الزينة النسائية والرجالية. الزخارف النحاسية والفضية في غاية الروعة والجمال، وتستخدم في صناعة بعض الأواني ومجسمات الزينة، حرفة ينقلها الابن عن أبيه بحب وإتقان. صناعة الغزل والنسيج ترتبط بالزراعة وتربية الماشية، ويدخل فيها بالتأكيد ذوق النساج وخبرته ومهارته الفنية، إنها صناعة توفر عددا من الاحتياجات المعيشية
مثل الخيام والمفارش والخروج والمحاقب والمنسوب. تعتبر صناعة الفخار في واحة بهلة من أشهر الحرف التقليدية العمانية، وقد ظلت محافظة على أسلوب تصنيعه التقليدي منذ الفترة الإسلامية المبكرة. عشر عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين. تسمى هذه العملية بالقعد، وهي عبارة عن مزاد يومي لبيع مياه الفلج إلى أصحاب النخيل أو المزارعين الراغبين في الشراء. تجرى عملية المزايدة بين أهالي البساتين في أوقات محددة في اليوم وفي الساعة وفي الأوقات المتعارف عليها بين الأهالي. يمثل نظام الأفلاج فكرة رائدة لاستغلال المياه الجوفية، لكن تنظيم الماء وتوزيعه شكل فيما بعد علما قائما بذاته، ورسخ عرفا ثابتا لأداء الفلج بحسب الحيازات وأسهم الملاك، وهي معارف وثقتها المخطوطات القديمة لتوزيع المياه بين الأفراد بدقة متناهية وعادلة. وقد أسهم هذا النظام في بقاء واستمرار العديد من الواحات العمانية منذ أكثر من 2000 عام رغم المناخ الجاف والطبيعة القاسية. كثيراً ما تحن ذاكرتنا إلى أنين المنجور، فالزاجرة طريقة تقليدية مبتكرة لري الأرض الزراعية من الآبار، وهي عبارة عن قوائم خشبية مرتفعة تتدلى منها حبال تهوي إلى بئر الماء بدلو تتجمع فيها المياه، وتستخدم الثيران أو الحمير لجر الدلو الممتلئة بالماء وتفريغها في قنوات مجهزة لتأخذ طريقها إلى ري المزروعات. تتكون الزجرة من المنجور والدلو والرشا والسواعد، ومع دوران المنجور يسمع أنينه من أماكن بعيدة.
يبعد حصن جبرين حوالي 10 كيلومترات غرب ولاية بهلة في وسط واحة جبرين، ويبلغ ارتفاعه ما بين 15 إلى 24 مترا، ويعتبر بمثابة تحفة معمارية. عام 1678 ميلادية أكمل بالعرب بن سلطان أحد أئمة اليعاربة بناء حصن جبرين ليكون مقراً سكنياً ونقطة دفاع استراتيجية. كان الحصن في القديم يضم مدرسة نموذجية تخرج منها علماء أجلاء، حيث كانوا يتلقون فيها مختلف العلوم الفقهية والتاريخية والعلوم التطبيقية. بني الحصن بالحجارة الرملية المكسوة بالرمل والجص، ويتكون من وحدات بنائية تشرف على ساحتين داخليتين وبعض القاعات والغرف والمرافق الأخرى، وتم تزويده بمياه الآبار والأفلاج. تتوفر في الحصن مكتبة كبرى كانت تحتوي على مختلف المراجع العمانية وفي كل المجالات. حول الفنان العماني سقوف الحصن الخشبية إلى مساحات فنية مزخرفة نفذها بالرسم والحفر الغائر ليشكل أزهاراً زاهية الألوان تعكس البيئة المفعمة بالحياة والتي من أجلها بني قصر جبرين. كان للخط العربي أيضاً نصيب وافر وبارز فيما تظهره النقوش من نصوص قرآنية وعبارات المديح، ونشاهد هنا الأسقف الجصية على شكل نصف دائرة مكسوة بنوع من الزخارف الهندسية، ونجدها أعلى الممرات وأعلى الدرج. على مقربة من المدخل نجد ضريح الإمام بالعرب بن سلطان باني القصر. يتوجه فريق العمل إلى موقعي بسيا وسلوت الأثريين. حيث كشفت المسوحات والحفريات في موقع بسيا عن وجود إنشاءات دفاعية مشيدة بالحجارة من 1000 قبل الميلاد، كما عثر على بعض الأسلحة النحاسية كالسهام والرماح وأدوات من النحاس وأختام حجرية. تا
تعود بنا الذاكرة هنا إلى 1003 قبل الميلاد، وعلى سفح تلة نرى تقاسيم هذا الموقع الذي لا يزيد عن 2400 متر مربع. نشاهد حصنا قديما اندثر تحت الأتربة وبين الحجارة التي تتكون منها التلة، وبين السلالم نشاهد تقاسيم المكان بغرفه وتحصيناته الدفاعية الحجرية الضخمة وأثار التنقيب والمسوحات الأثرية التي كشفت عن أواني فخارية وقطع الأواني الحجرية الصابونية والسهام البرونزية. كل هذه الدلالات تؤكد على قيام حضارة قديمة في الموقع. وسلوت هي المكان الذي عرفته المراجع العمانية بمعركة سلوت، حيث انتصر جيش مالك بن فهم الأزدي على الفرس في القرن الثاني الميلادي. بهلة مدينة تزخر بالعديد من المعارف المحلية، ويشتهر سكانها بأداء مجموعة من الفنون التقليدية، ولعل فن الرزحة واحد من الممارسات الشعبية للتعبير الجماعي، فالرزحة فن الحماس والفخر والمبارزة بالسيف. بهلة مدينة من عمق التاريخ والحضارة ومن أعرق مدن العالم المصورة بتاريخها وآثارها وبحرفها وفنونها.